عاريتها من الشباب لان انا ما اعرف انا نرجل اصلا، وحتى اجزائها ما حافظ اسمائها. سالت يعني الشباب المصورين، مصورنا الرائع محمد ناصر عرفني قال لي هاي فلان شو، هاي فلان شو، هاي فلان شو، هاي فلان شي. طيب خلوني اعرفكم على مظاهر النرجيل. اكيد راح تقولون دكتور انت راح تقول النرجيله هي سبب رئيسي لامراض القلب والسرطان والرئه والكبد وتصلب الشرايين. مو هذا راح احكي، راح احكي بعض الامور يجوز انت ما تعرفها عن النرجيله. هوايه شباب يقول لك انا مو مدخن انا بس نرجل. طيب هو يجي على العياده كله امراض، انت تدخن؟ لا دكتور انا ما ادخن، او تارك التدخين. اقول له عفي عليك ممتاز. يقول لي انا بس نرجل. اقول له شنو؟ يقول لي بس نرجل. خلينا نشوف ياهو اكثر ضررا، النرجيله ام الججاره؟ طبعا هم شيء العام من شيء. طيب راح نبدي باختصار شديد اجزاء النرجيله ومضارها. راح اخذ بالبدايه هذا يسموه الفنجان. محمد قال لي هذا الفنجان، حلو؟ الفنجان جوا به النيكوتين والمعسل. راح احكي على الفوقا، الفوقا شو يحطوا لك؟ يحطوا لك الفحم. ايام زمان من كنا نطلع السفرات كان الفحم فحم خشب، هاي من نشوي الكباب والتكه والدجاج عليه، كان هذا كان فحم من الخشب. هسه فحم الخشب ما قام يصرف كلش هوايه، فقاموا يسوون فحم حجري يسموه، يحترق زين ورخيص كلش على ابو المقهى وما يكلف شيء. شو الفرق بين فحم الخشب وفحم الحجري؟ فحم الخشب بيكربون ممكن تدخله انت لاجسادك ويصير عندك مشكله من عنده، لكن الفحم الحجري اللي يخلي لك يا فوق النرجيله بأطران، ماده تستخدم لتبليط الشوارع. نعم نفس المادة الإسفلت اللي يحطوه على الشارع نفسه يصير على الرئة مالك. لو أجيب لكم رئة ترد تجيبها بس تخوف، رئة مدخن نرجيلة بيها أطران. تعرفون شنو بيها أطران؟ يعني بيها إسفلت ما الشارع، يعني بالضبط يبلط الشارع ويبلط الرئة ماله، الحويصلات الرئوية مالك تتبلط نفس المبدأ. ويجي واحد يتكرب يدوسها وتصير تخبط سودة تجنن وتصير لا أكسجين يفوت ولا أكسجين ويطلع لك الشارع بصبات كونكريت رهيب. هذا الفحم الحجري اللي يحطوا لك يا فوق النرجيلة. هو شي يقول لك؟ يقول لك لا مو أكو مي، المي يمتص هذه. المي تدرون شقد يمتص من عنده؟ 50% و50% يعبر. زين أنت منرجل لك نص ساعة، يعني تدري شقد دخلت أنت أطران إلى داخل جسمك كافي لتبليط شارع بيتكم؟ إذا شارعكم محفر يعني تبرع برئتك، صدقني توب الأمانة بغداد تبلط الشارع. واحد اثنين جوا شكو قلنا أكو المادة اللي هي نيكوتين ما جيجارة. زين هسه الجيجارة بيها نفس المادة تحترق، بس ناش ضايفي لك المعسل. سامع بالمعسل؟ ويقول لك أبو شلون تفاحتين وعلج ونعناع وهي القهوة وهاي الكوكتيلات الغريبة، وهسه كوكتيل لهذا الخاص حاط لك 15 نوع معسل. رحنا درسنا المعسل الموجود جوا، دا شوف صدق هو علج ونعناعتين وفراولة، يعني جايبين فراولة وهرسيها وتفاحة، وهاي من يحط لك تفاحة ويحط لك النار بها صدق لو كلاوات. المطيبات اللي حاطيها كلها مواد صناعية، يعني شبيهة العلج، شبيهة التفاح، شبيهة الفراولة، تنطي نفس النكهة بس هي مو مادة أصلية. الجسم يشبيه ويا هاي النكهة أنت دخلت إلها. شايف شيء يشتري عطر؟ من تروح تشتري شيء عطر وهاي تفرح. وأكو في مناطق هذا العطر الغريب يسموه عطر إشرد وعطر ما أعرف شنو، هاي الأسماء يسموه ويخبطوا لك يا نفس هذا العطر هو بالمعسل موجود، بس ذاك عطر وهذا نكهات فراولة ما شاكل. تخيل تشرب العطر وتدخله إلى جسمك، الجسم شلون راح يتفاعل وياه؟ تعتبر المعسلات الموجودة بالنكهات اللي حاطيها بيها مهما كان، تقول لي إماراتي وسعودي وأصلي وجايبة من بلد الموزمبيق ما أدري منين، كلها نفس المادة كيميائية تدخل إلى الجسم تهيج لك الجهاز العصبي من ثالث نفس، يعني مو طر 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 دخلت هاي المادة إلى جهازك العصبي. إذا هسه شنو هاي ليش قد أضرر أكثر من جيجارة؟ طبعًا أنا ما راح أقول لكم ساعة من التدخين إيش قد تعادل كم جيجارة، حضمها للفقرة الثانية، بس أحكي لكم المواد الإضافية على الجيجارة اللي هو الفحم والمعسل النكهة الموجودة به من عدا المادة اللي ممكن تحترق. النرجيلة بيها مو تدخن أنت ساعة كاملة، الجيجارة راح تدخنها بإيش قد؟ يعني 5-10 دقائق كملتها وطفيت الجيجارة. النرجيلة لين أنت قاعد ويا الشباب ودومنا وطاولة وهوسة وما أعرف شنو،
راح تدخلها نص ساعه، يجوز ساعه، يجوز اكثر، تبدل كفحم وهو بيها عناصر ترغيب. يعني قبل كان يعطيك النرجله تاخذها، هسه تضرب على ايده وتضرب راجلي وتنتف حاجبه، ما ادري ايش قاموا يسوون هاي التقاليد الغريبه العجيبه، وينطيك اياها وهالشكل وتاخذها انت وشكرا، وينطيك هذه كلها. طبعا هاي امور دعائيه بس حتى شنو يرغبوك بيها، وتصير هيك يقعد قاعد اتيكيت وسط الشباب وسط جماعتك. شنو معناها يضرب ايده؟ ما اعرف، ناس قالوا مساله شرف، ناس قالوا مساله ما ادري شنو عار، يعني ما اعرف، امور غريبه عجيبه. المهم فهاي كلها امور ترغيبيه وامور، لان هي تدخل في نفسيه الشاب حتى ينخل. ساعه كامله من النرجيله عادل كم كبير من الججاير راح نعرفه. طيب احنا دخلنا كل المواد السامه بالججاره اللي هي 4000 ماده سامه، وفوقها جبنا زدناها شنو؟ زدناها هذا القطران الموجود الفوق، وزدناها شنو؟ النكهه الموجوده بالمعسل. المشكله بعد وين؟ بعض المقاهي اللي قمنا بانه نعزلها قاموا يطحنون ويا المعسل شنو؟ باراسيتول، فاليوم، انفيتامين، هاي حبوب مثل ارتين تعطيك راحه وتعطيك سعاده وتعطيك هيك راحه وطمانينه. ما نريد نتهم الكل، البعض منهم، والبعض وصل بيهم الحد يحطون بهذا المي الموجود جوا، ما راح اقول سيفن وما اعرف شنو بيبسي، هاي الامور اللي هي سكريات وتمطيناتها، قاموا يحطون كحول حتى الشاب شي يصير بي يسلطن مزاجه يصير معتدل، وموجوده بكثير من المقاهي والمشهوره كلها حتى يدمن ويتعود عليها الشاب. لذلك هي بسيطة وجميلة جدا، لكن كل قتلاها هو يا كملين وياكم.